بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم. أيها الإخوة المؤمنون، أحييكم بتحية الإسلام، تحية في أولها السلام وفي آخرها الرحمة والبركة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يا ابن آدم، تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صيح مات بغير علة، وكم من عليل عاش حين من الدهر، وكم من فتى أمسى وأصبح ضاحكا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري، وكم من صغار ارتدى طول أعمارهم وقد حشدت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد قبضت أرواحهم ليلة القدر، وكم من ملك رفعت له علامات فلما علامات. إخوتنا إخوة الإيمان الإسلام، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن القلوب لا تصدأ كما يصدأ الحديد. قالوا: وما كلاؤها يا رسول الله؟ قالوا: وما كلاؤها يا طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وصلاحها ونور الأبصار وضيائها؟ قال: ذكر الله وتلاوة القرآن. صدقت يا حبيبي يا رسول الله. وطن إخوة الإيمان الإسلام، هيا بنا إلى جلاء القلوب، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى الضياء والنور ولما فيه شفاء لما في الصدور، هيا بنا إلى الرحيق المختوم، هيا بنا إلى معجزة الهادي البشير، هيا بنا إلى القارئ الذي شهد له الجميع بالأداء المتقن وروعة التلاوة ودقة الأداء وحسن الخلق أخلاق أهل القرآن الكريم، القارئ الذي جعل القرآن الكريم غايته وتجويد كتاب الله رسالته، أحب عباد الله فأحبوه، تواضع لهم فرفعوه، وفي قلوبهم أسكنوه، ولسماع القرآن الكريم بصوته عشقوه. قارئ إذاعة مصر العربية والمقيم بقضاي مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ المبدع أبو الطور محمود علي حسن، يتفضل مشكورا ليمتع الأرواح. ألا تخافوا ولا
نحن أولياء ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله يفتح عليك عليك يا دكتور إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا الله يفتح عليك الله يسلمك ألا تخافوا وأبشر بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياء إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا
تتنزل على لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة Oh, my.
ولا تستوي الحسنة ولا ادفع بالتي هي ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي ادفع بالتي هي أحسن ادفع بالتي هي أحسن ولا تستوي الحسنة ولا
انت عليك يا دكتور. استعن بالله انه هو السميع العليم إنه هو السميع العليم ومن آيات الليل الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون استكبروا فالذين عند ربك يسبحون لهم بالليل والنهار وهم لا يسأمون Oh,
إنك ترى الله خاشيا. الراجل دي كان غالي علي حاج الشحات، كان غالي على الناس دي كلها. الله يبقى عليك. يبقى شعب مصر، يبقى شعب يستكبر فالذين عند ربك يسبحون. فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار. بالليل والنهار وهم لا يسأمون. وهم لا يسمون. فإن استكبروا الذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم
ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت يريدون في
جميلة جميلة. لا يرون علينا اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. وإنه لكتاب عزيز.
ده مرتين يا ابو نعسيس. طيب عليك مرتين ده يا دكتور محمد. بسم الله ما شاء الله. طيب عليك يا مولانا. الله يبارك لك. خليك يا ابو علي. ماشي. طيب عليك. ربنا يحفظك ويحافظ عليك يا شيخ محمود يا رب. يا ابني مش بالحظ. لا لا. يا ابني الناس قاعده تشتكي. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم كده يا أكاديمي. سلام على النبي. وإنه لكتاب عزيز. والله لنصدق القائل ما في الحياة بقاء ولا خلود نبني البيوت وحتما تنهار تلك البيوت تموت كل البرايا سبحان من لا يموت. هكذا اخوتنا اخوه الايمان والاسلام عشنا واستمتعنا بهذه التلاوه القرانيه المباركه التي تلاها علينا ذلكم العلم القراني الاذاعي فضيله القارئ الدكتور محمود علي عزم القارئ بالاذاعه والتلفزيون العربي والعالم الاسلامي اجمع والمقيم بقريه طباي مركز الزقازيق بمحافظه الشرقيه وبذلك عبر اسير موجات اذاعتنا المحليه اداره عبد السلام ابو داوود والمقيم بالزنجلون مركز الزقازيق. اما مخازن الفراشه الذهبيه الحديثه الكبرى ولؤلؤه الانهار وقصر الضيافه الذي كمل وجمل بمعرفه الحاج محروس الصغير واخيه الحاج سامي والمقيم بشارع فاروق بمدينه الزقازيق. ايها الساده شكر الله سعيكم جميعا.